بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عندنا في الأخبار يا سيدي، والأخبار المهمة فقط كالعادة، أن السراج في ليبيا بيقول إن احنا بنعد الجيش من جديد وتقدم في الجيش الليبي، وبيقول كمان إن هم مستعدين لصد الهجوم المحتمل اللي هو حفتر ممكن يعمله. ده موضوع هنناقشه. الموضوع اللي هو أكثر منه أهمية هو موضوع انطلاق عملية أمنية كبيرة في الجنوب التركي اسمها الصاعقة بيستا 17، ودي أعلن عنها وزير الداخلية التركي في طبعا في تركيا. وهذه العملية قال إن هي بدأت بالفعل يعني لها يوم الأربع بالليل، يعني 10 12 بالليل أو كده. المقصود منها مطاردة حزب العمل الكردستاني اللي هو محسوب على كردستان في الحقيقة ومحسوب على الأكراد، ولكن في الحقيقة الأكراد بريئون من هذا الحزب. معانا كمان بقى موضوع سخن هو أصول بشار الأسد. يعني بشار الأسد الوقت مفضوح، وبعد ما اتفضح آل سعود من حوالي 3 سنين، الوقت بشار الأسد بيتفضح وبيبين أصوله، إن هو لا هو عربي ولا هو مسلم ولا هو علوي ولا هو من المنطقة أصلا، إنما هم من الكاكائية أو عائلة الكاكائية اللي هي كان مقر خانقين، بتعتقد في تناسق الأرواح بين الحيوان والإنسان وحاجات زي كده، لا تعتقد في أديان، يعني ماشية على قانون العصابة. اللافت في النظر في هذا الموضوع ان الوقت يعني بدأت تتفضح العائلات. يعني انت شوفوا مصر اكبر دولة عربية من حيث عدد السكان، تجد في مصر ان كان بيحكمها اسرة محمد علي ودول مش مصريين، وما تتوقعش ان هم كانوا مسلمين اصلا كمان، او مسلمين بالهوية. والمسلم اللي بالهوية ده اخطر من الغير مسلم بكتير، لانك في النهاية بتحسبه على الاسلام وبتحسبه على المسلمين، لكن هو سلوكه لا يمت للإسلام بصلة، أفعاله لا تمت للإسلام بصلة، وتصرفاته مأخوذة من قانون العصابة وليس من الشريعة الإسلامية. يعني الوقت عندنا 3 عائلات انكشفوا، اللي هم بتاع بشار البهرزي أو البهرزي زي ما فيصل قاسم بيسميه، وعائلة سعود زي ما اتفضحت على الوثائقية بتاع اللي الإنجليز سربوها، اللي هي على مكتبة قطر الوطنية اللي أنا قلت لكم عليها من قبل. والوقت الدور على بشار الأسد، فيصل قاسم مسكوا ليه الوقت حوالي أسبوع أو 2 على تويتر، وأحكي لكم القصص بالترتيب على المواضيع اللي أنا طرحتها من الأول. أول شيء بالنسبة للسراج وليبيا يا سيدي، مسألة طبيعية إن الجيش الليبي بيتجهز من فترة، ودي أنا قلتها لكم قبل كده، ما كانش عندي أخبار بيها، لكن هي منطقيا يعني تستشفها من الناحية المنطقية. طيب الهجوم المحتمل لحفتر، أنا أقول لك الهجوم المحتمل لحفتر هذا اللي هو الصراع بين حكومة الوفاق الوطني وحفتر، أصبحت الوقت مسرحية. يعني الأول كان صراع حقيقي، يعني في 2014 وفي 2015، ومن أول ما خلصت الثورة على القذافي وقتل القذافي لحد ما تركيا تدخلت في الموضوع، كانت حقيقية في الحقيقة، كانت حقيقية. وبعد ما تركيا تدخلت في الموضوع فضلت حقيقية كذلك فترة، لحد ما القوات الليبية تمكنت بمساعدة فنية تركية من دحر حفتر إلى مسافات كبيرة، وقلص المسافات والأراضي اللي هو كان بيسيطر عليها. وبعد كده جم وقفوا عند ايه سرت والمنطقة الهلال النفطي والحتة دي، وما كملوش من ساعتها، وليهم على النقطة دي بتاع 4 5 6 شهور واقفين محلك سرت، بينما هم في الحقيقة عندهم القدرة على اكمال الموضوع. ليه هم مش ما بيكملوش الموضوع؟ لانه باختصار لو ان الموضوع اتكمل وحصل ان حكومة الوفاق الوطني تمكنت بمساعدة تركية من بسط نفوذها على المكان كله، هذا الامر سوف يهدد المصالح الامريكية. هتقول لي طيب يعني هي تركيا عاملة حساب لامريكا؟ اقول لك تركيا مش موضوع ان هي عاملة حساب لامريكا، تركيا عايزة تنفذ الموضوع بحذافيره برضه،
بس بدون ما هي تصطدم مع الأمريكان. يعني باختصار جايبة روسيا في المنطقة. وأنا أقول لك الروس التواجد الروسي في ليبيا بموافقة تركية من تحت الحزام، يعني هم قانونا مش موافقين، وقانونا عمالين يعترضوا، وقانونا عمالين يقول لك طلعوا المرتزقة من ليبيا وكده. لكن مخابراتيا بقى، وفي غرف المخابرات المظلمة، روسيا لها وجود في الشرق الليبي، وهذا يصب في مصلحة تركيا ويصب في مصلحة حكومة الوفاق الوطني نفسها. ازاي الكلام دوت؟ لو فرضنا ان تركيا سيطرت مع حكومة الوفاق الوطني، اول طلب هتطلبه امريكا ان هي تعمل قواعد عسكرية، وهتطلب من تركيا ان هي ما تتدخلش وما تعرقلش الموضوع باعتبار ان هم ناتوا مع بعضهم البعض. وهذا الكلام هيخلق مشاكل بين الاتراك وبين الامريكان، وبالتالي احلى وجود لروسيا في الشرق، عشان تفضل تركيا تتحجج بروسيا كل ما امريكا تطلب طلبات الاتراك يرفضوها بحجة ان هم مش عايزين يقعوا في مشاكل مع الروس، والامريكان يرجع يقول لهم القصة القديمة احنا هنحميكم، والاتراك يرجع يقول لهم احنا مش واثقين فيكم عشان انتوا خنتونا قبل كده وحاولتوا تعملوا انقلاب عسكري فاشل، ومش اول خيانة ومش اول مرة، وخنتونا من قبل وعملتوا على عدنان مندريز وقتلتوا ترجت اوزال وبهدلتوا اربكان وعملتوا، يعني جيب لهم التاريخ المنيل. فبالتالي الاتراك يكون عندهم مسوغ قوي وكلام قوي ان هم يرفضوا الحماية الامريكية، فيقول لك انت عايزنا نثق في الحماية، تخلي الحماية بإيدينا، احنا عندنا كل حاجة، بس عايزين التقنية العسكرية الحديثة، وعايزين الرسومات، وعايزين نأخذ الأكواد والشفرات، وعايزين نعرف تصنيع الشيء الفلاني ده بيعمل ازاي وكده. أمريكا ما بتديش الأمور ديت لحد أبدا، والأتراك عارفين إن هم بيطلبوا المستحيل من الأمريكان، ولكن يقول لك خلاص قال غالب انا لا اثق فيك انك انت تحميني، انت خنتني كذا مرة، هتديني الموضوع دوت انا هاجي معاك وفي صفك، والامريكان عمرهم ما هيعطوا هذا الامر، وبالتالي تبقى المواجهة تركيا محايدة، والصراع هو امريكي روسي. لو حصل بينهم اشتباك يبقى امريكي روسي وتبقى تركيا مبسوطة، ولو ما حصلش اشتباك تبقى تركيا في عندها وقت ان هي تجهز القوات اكتر وتعمل كوادر اكتر وتصلح بين القبائل. وطبعا المخابرات الليبية اول جهاز بيتبني في ليبيا بيتصل بالقبائل وبيفهمهم ان الغرب هيخونهم والغرب مش هينفعهم، وبيعرف العدو وبيعرف الصديق وبيعرف الناس الكويسة في القبائل اللي هو ممكن يحكمها بعد كده او يديها سلطات او كده. يعني باختصار ان الاتراك والليبيين مستفيدين بشكل كبير جدا من هذا التجميد. الامريكان بقى الوقت يا سيدي جايين عايزين كمان التجميد ده يستمر، يقول لك لو انا يعني مش عايز اخسر اكتر من كده، لكن تحصل استفزازات حفتر اللي انتوا بتشوفوها، واعتقد ان انا شرحت الاستفزازات دي من قبل، مش عايز اقعد اتكلم فيها تاني. قبل ما اكمل معاك بقى المواضيع المهمة التانية، لو سمحت تعمل لنا اعجاب بالفيديو، والاخوة الجدد يشتركوا في القناة، والاخوة جميعا يفعلوا جرس الاشعارات ليصلكم اشعار بالجديد، وجزاكم الله خيرا. الشأن الداخلي التركي كل يوم بيتحسن افضل من الاول، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. يعني اقول لكم ان المخابرات التركية واردوغان والسلطات تدك رؤوس الافاعي، واللي حصل من امام اغلو قبل يومين هذا وظهر صبر مشهور يعني احبطنا حقيقة، وجاني احباط من كلامه، لكن كلامه كله لا اساس له، وده انا هعمل عليه فيديو ان شاء الله بكرة باذن الله رب العالمين، لان الفيديو هيطول شوية هشرح فيه بعض الاسس، عشان كده هيطول شوية. العملية الامنية بقى اللي اعلنها الوزير الداخلية التركي هي باختصار عايز يطهر كل جذور البلد من اي قوات او من اي عصابات او من اي تجمعات مسلحة، وعايز يخلي السلاح في ايد الدولة ويوفر الامن والامان للمواطن. هتقول لي هو لسه ما توفرش لحد دلوقتي، اقول لك لسه ما توفرش 100%، صح كان 90 كان 85 كان اكتر كان اقل، لكن كانت امريكا دايما بتضغط على اردوغان ان هو يتوقف عن اشياء ويعمل اشياء،
فكان بيوازن بين الامور المطلوبه وبين الحرب الاقتصاديه اللي هيتعرض لها، وبناء عليه كان بياخد القرار الصحيح والسليم، وانا اثق في هذا الرجل فلته من فلتات التاريخ بمعنى الكلمه. وهذا الرجل طبعا بدأ يقضي على رؤوس الافاعي شيئا فشيء، يعني اول ضربه بس اعتقل 200,000 صحفيين وقضاه مرتشيين وصحفيين ما لهمش ضمير ولا دم ولا انتماء ولا اي شيء، اللي هم كل اللي شاركوا في الانقلاب العسكري، العساكر والاجزاء من المخابرات اللي خانت والاجزاء من الشرطه اللي خانت والبعض اللي خان هنا وهناك، قبض على 200,000. وبعدين اردوغان قال ان هذا الامر ليس كافي، ما زالت هناك فلول وما زالت هناك خلايا نائمه. انا كنت اظن ان هو يقول هذا الكلام يعني من باب المبالغه او من باب ان هو يعني يوعي الشعب اكتر، فالشعب لما يخاف يبدأ يفهم وينتبه وكده، لكن في الحقيقة كل يوم بيتضح ان اردوغان كان يقول الحق وكان معه الحق، والخلايا النائمة هذه بيتم تطهيرها شيئا فشيء، منها العملية اللي هو اطلقها وزير الداخلية التركي، ولاحظ ان العملية دي جاية بعد شوية مش كتير يعني من زيارة رئيس الوزراء العراقي، يعني هناك تفاهمات عراقية تركية، واللي هيبدأ يهرب للأراضي العراقية هيتمسك أو هيتحاسب. حتى الأكراد اللي هم البشمرجة عندهم مشاكل كبيرة جدا مع حزب العمال الكردستاني، يعني ما همش يد واحدة زي ما الناس إيه متخيلة. أختم كلامي عن الأكراد يا جماعة، إن أنا عايز أقول إن إخواننا الأكراد مش كلهم وحشين ومش كلهم حلوين، ودي طبيعة الأعراق، يعني ما العرب فيهم أعراب منافقين، وأيام الرسول صلى الله عليه وسلم كان فيه منافقين وكان فيه أعراب منافقين وكان فيه ناس صالحين والغلبة كانت للصالحين. أنا أعتقد أن الأكراد فيهم الوحش وفيهم الحلو، واعتقد ان الغلبة للمسلم المتدين الكردي اللي هو متزن في نفسه. مش معنى كده ان انا بقول ان هم زي الصحابة او بقارنهم بالصحابة، لا، معنى كده ان انا بقول لك انه المجتمعات فيها الوحش وفيها الحلو، حتى خير المجتمعات اللي هي كانت موجودة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الرسول صلى الله عليه وسلم. فهنا لا نحكم على الجميع بأن هو حلو ولا نحكم على الجميع بأن هو وحش. ننتقل بقى يا سيدي إلى فضائح الأسر الحاكمة في بلاد العرب، وآخر الفضائح هي إيه؟ هي بتاع بشار الأسد، اللي هو لا أسد ولا حاجة، لفظه الوحش، يعني حافظ الأسد ابن سليمان الوحش، غيروا اسمه للأسد، وبعد كده العيلة كلها تغيرت للأسد، عائلة كاكائية كردية. وارجع اقول مش معنى كده ان الاكراد وحشين، الاكراد فيهم القسم الحلو وفيهم القسم الوحش. جاء طبعا اختيار الفرنسيين واختيار القوى العظمى، هيختار لك مين يعني؟ هيختار لك الاكراد اللي هم من نسل صلاح الدين الايوبي تتوقع، او اكراد هينهجوا نهج صلاح الدين الايوبي او هينهجوا نهج الصالحين. المستخرب او المستعمر اللي انتم بتسموه مستعمر، يعني انا بسميه مستخرب، اللي جاي من بره مش هيختار لك حد صالح، دي تحطها في دماغك. فهيختار مين؟ هيختار القسم الوحش من الاكراد، فاختار الكاكائيات اللي هم عصابه ايه؟ عصابه خانقين، اللي هو بيفضح فيهم الوقت فيصل قاسم. طبعا فيصل قاسم لما يجي يفضحهم الان، اول سؤال انا اساله اقول اشمعنى الان؟ انا اقول لك وانا اجاوب على السؤال، اقول لك لان هو ممكن يكون الوقت فقط وصلت فيصل قاسم معلومات عنهم، ممكن هذا ممكن وارد جدا، لان لما بتيجي الدول الكبيره بتيجي عايزه تحارب عائله ملكه او كده عايزه تفضحها، لما تيجي تفضحها مش هتبعت تسريبات لواحد زي حالاتي عنده 100,000 مشترك على اليوتيوب ولا كده، انما تفضحها مع اعلامي كبير زي فيصل قاسم، وتبدا تديله بقى المستندات وتقنعه اقناع تام، وتبدا تطلعه على ما يعني يخليه مطمئن ان هم ما بيخدعوش وكده، وفيصل اصلا بيكرههم، فالعاطفه كمان هتحركوا. مش معنى كده ان انا مع فيصل قاسم، ان انا بقول لك ظروفه كده، يعني انا عايز اخليك تفهم ان المساله لازم يكون فيها انصاف،
سواء انت مع فيصل او مش معاه، لازم الموضوع يكون فيه انصاف يا جماعة. سؤال يطرح نفسه، طب ليه هم بدأوا ان هم يفضحوا بشار الاسد النهاردة؟ والسبب ان بشار الاسد مش عايز يركع للامريكان، ووزير الخارجية بتاعه هدد الامريكان بان هم ان ما سابوش سوريا بالحسنى هيسيبوا سوريا وهيطردوا بالقوة، وهم عندهم اكتر من 20 قاعدة امريكية في سوريا. البعض المرة اللي فاتت لما اتكلمت على الموضوع ده في فيديو سابق قال لي هو ما يقدرش يعمل حاجة، اقول لك هو كبشار ما يقدرش يعمل حاجة، لكن لما ايران تدعمه فنيا وعسكريا وبالمال، وروسيا من خلف ايران بتهرب تكنولوجيا عسكرية وكده، فممكن ان هم يصلوا الى القواعد العسكرية اللي موجودة في سوريا على شكل عصابات. يعني الجيش السوري بتاع بشار الاسد عمره ما يهاجم قاعدة من القواعد ديت، لانه هيدي مصوغ لامريكا ان هي تهاجمه من البحر، وروسيا تبدأ تشتبك معاه في البحر وتحصل مشاكل. انما ايه اللي يحصل؟ عصابات هتهاجم القواعد الامريكية، وبعد ما العصابات دي تهاجم القواعد الامريكية هيبقى الامريكان هيهددوا بشار، مش قادرين يعملوا له في الحقيقة اي شيء لان روسيا حامياه بما فيه الكفاية، فبدأوا ان هم يفضحوه. يعني انا اعتقد ان بشار الاسد بتتم فضيحته دلوقتي نوع من الانتقام، لان هو ولاءه للروس ومش عايز يغير ولاءه للامريكان. وانا اقول لك وازيدك من الشعر بيت، بشار الاسد لا يستطيع ان هو يغير ولاءه، لازم تحطوا في دماغكم الموضوع ده يا جماعة، بشار الاسد لا يستطيع ان هو يغير ولاءه. لو فكر ان هو يعمل حاجة زي كده هيموتوه قبل ما يقول اي خطاب وقبل ما يفتح بقه باي كلمة، لان كل اللي حواليه عملاء روسيا وهو مجرد كرتون، يعني عروس مسرح كده الروس بيحركوه زي ما هم عايزين، وبيقول لك دي سوريا اللي في الامم المتحدة، الرئيس الرسمي بتاعها بشار الاسد، وعندهم قوة تفرض الواقع وتحميه، وبالتالي الامريكان بيبقوا عاجزين في مجلس الامن بسبب الفيتو الروسي وبسبب الفيتو الصيني، وبيبقوا عاجزين كذلك من الناحية العسكرية بسبب ان روسيا متواجدة في شرق البحر المتوسط وتقدر تحمي بشار الاسد بما فيه الكفاية. فكنوع يعني كضربة يائسة بيحاولوا ان هم يفضحوا بشار الاسد، وبيطلعوا لك بقى قصة العائلة الكاكائية اللي هو بيحكي عليها فيصل قاسم، بيشوفوه في البرنامج بتاعه هتلاقيه بيتكلم على الموضوع دوت، او على التويتر بيتكلم على الموضوع دوت كذلك. وبعدين لما الامريكان يفضحوا بشار ويفضحوا النظام بتاعه، متهيأ لهم ان بهذه الطريقة ممكن الشعب يثور عليه من الداخل، او ممكن ان هم يحركوا اي شيء من الداخل. في الحقيقة لا ارى ان هذا الشيء ممكن يحدث، ده مش معناه ان بشار هيفضل على طول في سوريا. يوم النحر السياسي لسه مجاش، وبعدين النحر السياسي سيتتبعه محاكمة وهيحطوه على حبل المشنقة، وان ده ما حصلش فتأكد ان هم في موضوع المقاومات ومش المقاومات وموضوع الاقتحامات ومش الاقتحامات هيكونوا حريصين على قتل بشار الاسد، لان هم عارفين لو بشار الاسد تمت محاكمته بحرية هيطلع فضائح جامدة، او يعملوا له محاكمة سورية زي بتاع صدام حسين كده ويقصوا فيها ويدبلجوا فيها وما يعملوش حاجة على الهوا، ويطلعوا اللي هم عايزينه ويسيبوا اللي هم عايزينه، ممكن كذلك من هذا الباب. هذا الموضوع يجرني الى ان انا اتكلم على اللي حصل مع اولاد سعود، كانوا عمالين يفضحوا فيهم من حتى من قبل الانقلاب العسكري التركي الفاشل، لان هم كانوا بيتوهموا ان الانقلاب ده هينجح وان هم هيسيطروا عسكريا وعايزين يتخلصوا من حلفائهم القدامى وامور زي كده. طبعا فشل الانقلاب العسكري غير المخطط خالص والدنيا اتقلبت، وبقوا من الوقت مشغولين في حاجات اهم من كده بكتير. خلاصة الموضوع ان اولاد سعود هذا اصولهم يهودية، لكن مختلف في من هم اليهود، يقول لك هم فلول بني النضير، في ناس بتقول كده، وفي ناس بتقول لا ده يهود بنو قينقاع، وفي ناس بتقول لا ده يهود الدنما. وانا ما بحثتش الموضوع لان انا يعني الكل عندي سواء، يعني هم في خلاصة الموضوع عملاء للانجليز وعملاء للغرب وعملاء للقوة اللي جاية.
هذا الموضوع كمان يرجعني إلى أسرة محمد علي باشا، وأن محمد علي باشا جاء حكم مصر يا أبو الشباب وخدع الشعب خدعة مظبوطة. وأنا عملت فيديوهات عن محمد علي باشا قبل كده عشان ما أقعدش أكرر الكلام. خلاصة الموضوع، محمد علي باشا جه استعان بالمماليك الفاسدين الأول على قتل صالح المماليك والانتهاء من أواخرهم، وبعد ذلك جه راح جمع المماليك الفاسدين اللي هم ساعدوه على التخلص من المماليك الصالحين، وعمل لهم مذبحة القلعة الشهيرة وراح قتلهم هم كذلك. فالناس بتعتقد أن محمد علي يعني تخلص من المماليك أعداؤه، في الحقيقة هو تخلص من المماليك أولياؤه، ودي طبعا بخطة فرنسية برعاية فرنسية. هو مخه ما كانش يوديه لهذه الأمور، لكنه طبعا على مدار المكر وعلى مدار السنين اتعلم المكر منهم، وبعدين اتمرد على فرنسا، وبعدين حارب من أجل الدولة العثمانية واتمرد على الدولة العثمانية، وحارب الدولة السعودية اللي كانت وليدة ونشأة وأحبطها مرتين أو كده. ويعني رجل متقلب وخائن. والخلاصة اللي أنا عايز أوصل لك عليه، هو مش مصري ومش من المنطقة، وجاه هو يعني عمل كل هذا الخراب وكل هذا الدمار باسم المواطنة المصرية، وهو مش مصري باسم العلمانية والوطنية والقومية، واحنا لا عايزين علمانية ولا عايزين قومية. وحتى على مقياس القومية برضو اقول تاني، هو مش مصري، يعني خطط أوروبية يا جماعة متشابهة مع بعضيها من أيام الثورة الفرنسية وقبلها الثورة الإنجليزية، بينفذوا نفس المخطط لكن أو نفس الخطة لكن بتحريفات بسيطة، مفيش مجال إن احنا نقعد نشرح فيها أكتر من كده. الخلاصة أنا عايز القصة دي حكيتها لكم عشان أقول لكم إن الطابور الخامس اللي أنا دايما أكلمكم عليه، وبعض الإخوة يعني قال لي إزاي يعني طابور خامس وإزاي ده حاصل، أقول لك يا عم مش أنا اللي بقول دلوقتي، أوليائهم هم اللي بيقولوا وأوليائهم هم اللي بيفضحوه. يعني عائلة الوحش الكاكائية اللي هي مش مسلمة اللي هي ملحدة اللي هي فيها أبصر ومش عارف إيه، خلوها عائلة الأسد العلوية، وبعد كده مكنوها وخلوها تذبح الشام كله وحتى لبنان حتى فلسطين. ما يغركش كلام الموانع والكلام ده كله، فيها حاجات بتحصل بس يعني مش هقعد اخوض بقى في الموضوع كتير. خليني يعني اقول لك الحاجات دي ما تغشكش لما ابقى اعمل لها حلقة تانية. وبعدين جاء قال لك ولاد سعود واحنا المتدينين واحنا كذا واحنا من عنيزة، راحوا قتلوا عنيزة كلها عن بكرة ابيهم او اغلبهم عشان اكون صادق يعني. وبعدين قال لك احنا حماة الاسلام وراحوا قتلوا المسلمين بحجة ان هم مشركين. يعني انا لما الاقي طائفة مسلمة وقع في اعمال شركية، بدل ما انا اروح وانصحهم وعلمهم واخد ودي معاهم واصبر عليهم سنة واثنين وثلاثة وعشرة لحد ما ربي يصلح حالهم واحوالهم واودد قلبهم والطفهم واحميهم وحاجات زي كده لحد ما ربي سبحانه وتعالى يزيل هذه الشبهات من قلوبهم، بدل ما اعمل الموضوع ده لا، هم دخلوا عليهم قتلوهم. يعني انت صوفي تعبد القبور وتعبد مش عارف ايه، عليك ان تلتزم بالتوحيد والا ضربنا عنقك. وراحوا داخلين بهذه العقلية. وانت قارن بين افعالهم وبين صبر اردوغان على العلمانيين حتى اليوم، وخطة اردوغان ناجحة وفعالة. الفارق ان اردوغان مخلص عايز يظبط بلده وعايز يحمي بلده وعايز يعني يكون رقيق ولطيف مع كل الطوائف في بلده حتى الغير مسلم منهم، لكن دول التانيين داخلين عايزين يدبحوا ويعملوا وساقوا الشباب للمذابح في حروب 48. وطبعا لو ليك قريب فلسطيني كبير في العمر خليه يحكي لك بقى عشان ما اقعدش احكي انا. وساقوهم الى المذابح ايام حسن البنا برضو بتآمر سعودي. على فكرة في واحد اعتقد اسمه كريم ثابت ان ما خانتنيش الذاكرة، ده كان عميل مخابرات سعودي ويعمل في ويعمل لصالح المخابرات الامريكية، عنده فضائح كبيرة جدا في هذا الامر. الخلاصة العيلة ديت كمان ذبحتنا، يعني عيلة محمد علي ذبحوا المصريين والسودانيين، وكره السودانيين في المصريين لان السودانيين بيعتقدوا ان الغزو جاي من مصر، اذا اهالي مصر اللي بيعملوا كده وما همش فاهمين الحقيقة فين.
وبعد كده جات الدولة السعودية عملت اللي أنا حكيته لك دوت. وطبعا أفعال بشار الأسد القكائي أو البهرزي أو البهريزي زي ما بيسميه فيصل قاسم، طبعا هذه العصابات ذبحتنا ذبح. وأنا أعتقد إن أمير المدمنين في المغرب هو ركع لموضوع التطبيع خوفا من إن الأمريكان يطلعوا الفضايح بتاعته ويطلعوا الأصول بتاعته، وليست مسألة صحراء ومش صحراء والكلام دوت. طبعا يعني هو لسه في ناس كتير جاية على الدور، ما تقلقوش. وأكتفي بهذا القدر وأستغفر الله لي ولكم، أصلي اللهم وبارك على عبدك ورسولك محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.